60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 59 من العام 2016. في هذه الحلقة لا نزال في ترددات وتداعيات الزلزال التركي، لكن هذه المرة سوف نتناول هذا الحدث من زاوية أشد عمقا وأكثر مقاربة للجذور والأسباب وفهم الخلفيات التي تجعلنا نقول أن الذي حدث كان محتما له أن يحدث، سواء لجهة وقوع الانقلاب أو لجهة فشل الانقلاب، وأننا لذلك كنا من القلائل الذين تحدثوا من زاويتين مختلفتين عن المقاربات التي راجت في التعامل مع حدث الانقلاب. الزاوية الأولى هي أننا كنا نقول في كل لحظة سواء نجح الانقلاب أم فشل الانقلاب، أي أننا لم نقطع بالنجاح والفشل ولم نضع الأمور في دائرة أن شيئا ما مرتبط بالنجاح أو الفشل، بل إن مبدأ وقوع الانقلاب ومبدأ إفشال الانقلاب، مبدأ المواجهة المفتوحة في تركيا هو الحدث، وليس الحدث هو يفوز الانقلاب أم يخسر الانقلاب، يفوز أردوغان أم يخسر أردوغان. الأصل هو انفجار تركيا، هو انفجار المكونين الأساسيين اللذين تتكون من خليطهما الصورة السياسية الراهنة لتركيا: الجيش بما هو الحارس القديم لنظام أتاتورك، بما هو الخزين الاجتماعي والثقافي والسياسي والبشري لمشروع العلمنة ولمشروع الهوية القومية التركية للدولة المدنية التي صعدت في مطلع القرن العشرين على أنقاض العثمانية، وأردوغان وحزبه بما هو رمز هذه الإسلامية الجديدة العثمانية التي تقدم نفسها على قاعدة أنها متصالحة مع الغرب، قاعدة للأطلسي حليف لإسرائيل، في ذات الوقت هي ذات هوية تدعي أنها إسلامية شرقية، أي منفتحة على قضايا الشرق، منفتحة على قضية فلسطين، منفتحة على قضايا الأمة بهذا المعنى العريض الكبير للكلمة، قادرة على إقامة توازن سحري وغريب وعجيب بينهما، هي علمانية وإسلامية في آن واحد، هي أطلسية وتحررية في آن واحد، هي مع حماس ومع إسرائيل في آن واحد. هذا الخليط العجيب التركي كنا نتحدث عن حتمية انفجاره، ونربط حتمية الانفجار بتداعيات الصخرة التي اصطدم بها، اختباره الحقيقي الذي سوف يضع كل مكوناته أمام المرآة، أي الخيارات سوف تظهر في الوجه الحقيقي لتركيا؟ هل ستستطيع أن تبقى تركيا الشرقية الإسلامية المدافعة عن فلسطين؟ أم ستضطر أن تظهر تركيا الغربية الأطلسية المعادية لقضايا أمتها أو محيطها؟ هل هي تركيا العلمانية القادرة على مقاتلة القاعدة وداعش ورفض احتوائهما؟ أم هي تركيا الأخوانية التي سرعان ما تصبح فيها وفقا لنظرية الباب الدوار، يدخل أخوان فيصبح نصرة فيصبح داعش؟ هذا هو المحور الأساسي الذي كان حاكما ولا يزال. وانطلاقا من فهم هذا المحور سنحاول مقاربة تطورات الوضع في تركيا. قبل لابد من مقدمة عن علاقة التاريخ والجغرافيا في صناعة هذه التناقضات وفي حركيتها وديناميتها. التاريخ ما بيحدث شيء بالتاريخ بيكون هيك أنه مجرد عاصفة، شيء وبيستمر. يعني لما بنحكي عن مثلا أن قامت في إيران دولة إمبراطورية عاشت لمئات السنين،
فإذا لدى إيران من المقومات والمكونات والمعطيات في اللغة، في الثقافة، في الاقتصاد، في الحضارة، في عدد السكان، في الجغرافيا وجاذبيتها لموجات سكانية من مناطق أقل قابلية للعيش، أنشأت فيها ما يسمى وفق ابن خلدون أو وفق علم الاجتماع بالعمران، أي ببناء المدن، ببناء الإدارة، تحولت إلى ولاية، إلى إمارة، إلى سلطة، إلى قيصرية، إلى كسروية، إلى هذا لا يمكن أن ينشأ لأن فلانا قد رأى في الليل مناما وجاء يطبقه في اليوم التالي. هذا لا يمكن أن ينشأ في التاريخ ويمتد إلا إذا امتلك بصورة أساسية في الجغرافيا مقومات وأصول ثابتة. لذلك من يقرأ تاريخ البشرية سوف يكتشف أنه تناوبت على البشرية مجموعة من الإمبراطوريات الكبرى، عكست الطاقة الكامنة لدى الأمم أو المكونات التي تتشكل منها هذه الإمبراطوريات. يعني لما منطلع عبر التاريخ منلاقي أنه في عنا بالشرق البعيد الصين واليابان، ومن يعني الشرق شرق الشرق، ومنلاقي بشمال الشرق روسيا. عبر التاريخ دائما هي دولة كبرى وعظمى، هلا بتتنقل بين كبرى وعظمى، بتصير عظمى بترجع كبرى، بترجع عظمى بترجع كبرى، بس ولا مرة روسيا بتصير دولة صغرى، ولا مرة الصين بتصير دولة صغرى، ولا مرة اليابان بتصير دولة صغرى. هون هي عم نحكي القشرة الشرقية الشمالية اللي تنتمي بين آسيا وأوروبا. طيب نجي على أفريقيا، ما منلاقي بأفريقيا تاريخ لإمبراطوريات صعدت ونهضت وحكمت وتحولت إلى قوة عظمى أو قوة كبرى. منجي على أوروبا منلاقي بأوروبا تناوبت مجموعة أقوام، مرة الفايكونغ بالدنمارك، مرة الجولواز، مرة البريطانيين الساكس، مرة الأنجلو ساكسون، مرة الإسكتلنديين، يعني من الهولنديين الآيرش. منلاقي أنه الأسبان الباسك أو غيرهم الكتالونيين. إذا تناوبت في أوروبا هالمرحلة التوحد للإمارات الصغيرة في كيانات أكبر بمنطق السوق الأكبر، منلاقيها أنه عبرت عن ذاتها بتناوب أوروبي، إما على حكم واحد مرحلة الإمبراطورية العثمانية البريطانية التي حكمت العالم، مرحلة الإمبراطورية الرومانية القديمة، مرحلة الصعود مع نابليون بونابارت في فرنسا، ومراحل تقاسمت، كان لهولندا شأفي، للبرتغال شأفي، لأسبانيا شأفي، لبريطانيا شأفي، لفرنسا شأفي. وبالتالي ومن هذا الرحم الأوروبي عندما بدأ يشيخ ولدت أمريكا التي ورثت هذا الدور الأوروبي وبقي الغرب. يعني فبالتالي في عنا متحد حضاري إنساني ثقافي اقتصادي جغرافي اسمه الغرب، قوة عظمى عبر التاريخ من أيام الإمبراطورية الرومانية، يعني بيطلع وبينزل بس هو موجود من أيام الإسكندر، يعني عم نحكي، ومن ثم إلى قيصر روما، ومن ثم. إذا الغرب هو هذا المتحد الذي أنتج إمبراطوريات تطلع تهبط تتوزع تتقاسم، بس هو قائم إذا هو يملك هذه المقومات وهذه المكونات وهذه المكانة وهذه القدرات. هلأ قلنا شو صار؟ صار الغرب، صار روسيا، صار الصين، صار اليابان. بعدنا عم نحكي بالقشرة في قلب العالم القديم، بقلب العالم القديم، يعني إذا طلعنا من هول الأطراف وفتنا على قلب آسيا، بقلب آسيا شو منلاقي إذا طلعنا بهالخريطة وقرأنا تاريخها؟ منلاقي أنه في بلاد الشام لما توحدت صارت إمبراطورية حكمت، سواء بصيغة الأمويين أو العباسيين، مش مهم التسمية، المهم بلاد الشام قدرت تعمل إمبراطورية ممتدة عبر التاريخ، وهي الإمبراطورية حكمت العالم تقريبا، وصلت إلى الصين، وصلت إلى جبال الألب، وأخذت أسبانيا، وأخذت أفريقيا، وصلت إلى عمق أفريقيا السوداء، وأقامت حكما مديدا، وتصالحت مع قيمتين جديدتين صاعدتين معها. الأولى هي الإسلام كدين وكقيمة اجتماعية وثقافية وحضارية، والثانية هي العروبة كلغة ولسان وميراث ووعاء قادر على امتصاص هذا المضمون الحضاري والثقافي الذي مثله الإسلام. هذا مبين قدامنا. هذا يعني شو بيقول لما بنقول انه في شيء حدث وامتد في التاريخ انه قابل للحدوث؟ ومثل ما نحن بنقرا على كل حال الغرب بيقرا، خصوصا ده بيقرا، وبالتالي في معادله، يعني هاي نظريه انه الغرب لا يريد ان يسمع بكلمه وحده بين العرب، هذه اختراع. ليش؟ مين اللي وحد الامارات الجزيره اللي كانت نجد لحال والحجاز لحال وعملهم المملكه السعوديه؟ الانجليز. يعني مش صحيح انه هو ما بيوحد، هو بيوحد
مين اللي وحد الإمارات والممالك الليبية؟ ما كانوا أربعة وعملوا دولة وحدة، الغرب. بس بلاد الشام ممنوع تتوحد، يعني سايكس بيكو ما عمل للعالم العربي، سائد بالذاكرة أنه قسم العالم العربي. وين قسم؟ ما قسم شيء، قسم بلاد الشام. بغير بلاد الشام ما في سايكس بيكو. سايكس بيكو عمل حدود لسوريا، للعراق، للبنان، لفلسطين، للأردن، جاب إسرائيل حطها بقلب فلسطين، هذا هو سايكس بيكو. سايكس بيكو ما دخل قال ليبيا هي حدودها والمغرب هي حدودها وتونس هي حدودها وكانوا موحدين وقسموا. مش صحيح هذا الحكي. التقسيم جرى لبلاد الشام. ليه؟ لأنه مثل ما عم نقول بعين التاريخ من يقرأ يعرف بأنه هذا الكيان عنده من المقومات. يا عمي بيطلع بيقول لك كيف طيب هاي نساء بأنه الإسلام والمسيحية واليهودية ما طلعوا إلا من هون؟ فإذا كانت هذه مشيئة الله، يعني للي مؤمن بوجود خالق وإرادة خالق، فإذا فيها شيء من الله اوعى تخلوها تتوحد. وإذا كانت لعقل غير مؤمن وغير متدين وعم يقرأ تاريخ وعم يقرأ علم تاريخ بيقول إذا فيها لذاتها وبذاتها ما يسمح إذا توحدت أن تهدد، أن تحكم العالم، أن تملك قوة لا تقهر، فبالتالي دعوها مقسمة. طيب، فإذا هاي التاريخ بيقولنا أن الجغرافيا، الطبيعة، التكوين، المنطقة، الدفء، المناخ، المياه، خصب الأرض، تاريخ توافد المجموعات البشرية إليها، ما نشأ فيها من حضارة بحساب هذا الخليط البشري يسمح لها، يسمح لها بأنها خلقت تقاليد في القانون. أول شريعة عملها حمورابي، ولما عملت الدولة ما قدمت للعالم قوة فقط، قدمت علوم وفنون، وقدمت ابن سينا وابن رشد وابن خلدون وابن الهيثم، وقدمت الرازي، وقدمت علوم، قدمت ابن الهيثم، قدمت ما يسمح بالقول أنها قوة حضارية صاعدة. طيب، ومعهم بالشرع الحقوقية، بدواوينية بناء الدولة، بآلية بناء الولايات وإدارتها، بدورة السوق، بصك العملة، بكل شيء. هاي مثال بيقول أنه لما بيحدث شيء بالتاريخ وبيمتد قابل أن يحدث مرة أخرى، ومن يخشى أن يحدث مرة أخرى عليه أن يمنع توافر الظروف التي بسببها حدث مرة أخرى. يعني لما إجا صلاح الدين ووحد سوريا والعراق قدر يعمل هزيمة للصليبيين وفات على مصر وغير معادلة الإقليم كله. محمد علي باشا لما قرر أنه بده يعمل لمصر دولة ذات مكانة عظيمة إجا عبلاد الشام، ولو تيسر له أن يكمل باتجاه العراق كانت وحدة بلاد الشام بظل محمد علي باشا مثل وحدتها بظل صلاح الدين، مثل وحدتها بظل الأمويين والعباسيين، عملت هذا المتغير الكبير على مستوى العالم. ولذلك جرى الانقضاض السريع على محمد علي باشا ومن بعده على ابنه إبراهيم باشا لمنعه من أن يشكل وحدة بلاد الشام. فإذا هاي من قراية التاريخ والجغرافيا. طيب، إذا حطينا بلاد الشام على جنب وطلعنا حواليها بقلب آسيا منلاقي في ثلاث دول كل عمرها موحدة أولا، يعني ما تقسمت، تركيا، إيران، مصر. ومنلاقي هالثلاث كيانات متقاربة في الأحجام وعدد السكان والمكانة. يعني منلاقي إيران ومصر وتركيا 100 مليون 100 مليون 100 مليون، هلا قبل 20 20 20 بالنص 60 60 60 تقريبا. يعني منلاقي عواصمهم حواضر تاريخيا، اسطنبول، طهران، القاهرة، بكل اللي بيقرأ كتب التاريخ إلى باع طويل. منلاقي مصر عملت إمبراطورية في فجر التاريخ أيام الفراعنة، ولما انتقل الإسلام الفاطمي عليها أبو إسلام صلاح الدين في بداياته كمان فورا امتدت وانتشرت. منلاقي كل ما توفرت لمصر فرصة بقيادة تاريخية ذات أحلام تاريخية أيام محمد علي باشا، أيام جمال عبد الناصر، تتحول إلى قوة عظمى في إقليمها وفي منطقتها وتصبح لاعبا في السياسة الدولية. منلاقي إيران نفس الشيء، أيام الدولة الصفوية غير أيام الدولة الصفوية، أيام ما بعد الثورة الإسلامية في إيران، فجأة بس تتوفر لقيادة قادرة ومؤهلة ولها رؤية وعندها إمكانات وتقرأ تاريخ بلدها وتستطيع أن تملك مشروعا عندها من التاريخ والمقدرات ونبض الشعب وقدرته على صناعة الأحداث ما يسمح لها بأن تصبح قوة هائلة. كذا في تركيا. تركيا هاي الإمبراطورية العثمانية لخمسمائة سنة هي ذاتها تركيا القابلة. شو اللي بيحدد إنها بتنجح وإنها بتفشل؟ قبل هي شو مقوماتها؟ طلع بتركيا وطلع بإيران وطلع بمصر بتلاقي المشترك بيناتهم مش فقط عدد السكان والحجم الجغرافي، مساحة الأرض وانتشارها. بتلاقي تركيا تربط أوروبا بآسيا، هي مفصل. بتلاقي مصر تربط آسيا بأفريقيا. بتلاقي إيران
تربط آسيا العربية بآسيا غير العربية بعمق آسيا الإسلامي، يعني آسيا الإسلامية تصل لأندونيسيا وتصل إلى ماليزيا وتصل إلى كل هذا العمق الشرقي الشرقي وباكستان وغيره والهند وصولا للصين اللي فيها جاليات إسلامية لا يستهان بها وأصلا وصل إليها الإسلام، يعني حكم جزءا أساسيا منها. وبالتالي بين العالم الإسلامي غير العربي وبين العالم الإسلامي العربي إيران هي جسر الوصل. وبتلاقي أنه هاي الإيران بين يعني آسيا الساحلية إذا صح التعبير، لأنه بضل بمعنى العمق إذا بلاد الشام هي متحد فبلاد الشام هي آسيا الساحلية، واللي وراء إيران هو آسيا الداخل. طيب هاي إيران الرابط بيناتهم، إيران على قزوين وإيران على الخليج، إيران مشاطئة بقزوين لعدة دول أهمها روسيا وأهمها من تاني ميل أذربيجان. إيران بعمقها الآسيوي الأشد عمقا تصل عبر أفغانستان إلى الصين. هاي الإيران على طريق الحرير هي في قلبه، كيف ما شلت وحطيت بدك تمرق بإيران. هاي الإيران مثل مصر، مصر على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط، مصر رابط بين أفريقيا وبين آسيا، رابط العروبة بالأفريقية اللي ضايع الطاسي بيناتهم في كتير من البلاد، يعني اللي بيجي بيقول لك جيبوتي شو هي أفريقية عربية، أريتريا شو هي، ما عم بحكي عن ليبيا وتونس والمغرب البلدان العربية التقليدية، حتى موريتانيا في ناس بيضلوا عاملين بين أفريقية وبين عربية، الأمازيغ وين هن، يعني مصر كانت هي هذا الجامع، بس تنهض مصر كل هالحكي كله بصير فراطة بعش هذا يحكي فيه. مصر بامتدادها العربي باللغة واللسان والهوية والنبض كانت تبدو بين الدول الأفريقية كأنها ذات جاليات مصرية، يعني بين هلالين، إنه إذا اعتبرنا الهوية العربية واحدة وهي الدولة الأكبر والأعظم بين العرب، فبالتالي كان مبين دائما إنه في عندها امتداد ديموغرافي بالساحل الأفريقي وصولا للأسبان يعني لأسبانيا لحد المغرب، وبالامتداد الآسيوي وصولا إلى العراق والكويت على الخليج. تركيا عندها امتداد توراني تركماني بيوصل لبلغاريا ولألبانيا وبيوصل بكل بلدان آسيا الوسطى، أوزبكستان تركمانستان طاجكستان كازاخستان كلها فيها جاليات تركمانية، وببلاد الشام عندها بضعة امتدادات ذات خلفيات أيضا ديموغرافية تمتد نحو تركيا. إيران نفس الأمر، الفارسية واللغة الفارسية وبلاد فارس وامبراطورية بلاد فارس والجاليات ذات الأصول المنتمية والممتدة بصورة أو بأخرى لامبراطورية بلاد فارس متجاورة في البلدان اللي عم نحكي عن امتداد تركماني فيها، يعني بكازاخستان وطاجكستان وأذربيجان، وهذا عم نحكي عن امتدادات متداخلة مع، يعني منقول آذريين ومدعرف أنه بإيران في جالية آذارية ومثلها الحقيقة بلوش وأشتون وإلى آخره، هي امتداد يعكس هذا العمق الآسيوي كله وذو امتدادات فيه. وبالتالي نهضت هذه البلدان هذه الدول الثلاث أي وحدة منها عندها فرصة امبراطورية، وأي عاقل أو مفكر يريد أن يلعب في السياسة الدولية ما بيجي بيفكر بيقول بدي أعمل من هيك، والله شو رأيكم نعمل البحرين امبراطورية أو أمير قطر نكلفه يعمل امبراطور، يعني ما بتركب. دائما الدول المراكز الدراسات البحوث الأجهزة الكبرى في دول العالم الكبرى لما بتفكر بمشاريع بتفكر بأدوار بتبني على قراءة التاريخ وعلى استطلاع حركته في الجغرافيا ومحاولة اكتشاف مكوناته. لذلك لما سقط المشروع الأمريكي في الإمبراطورية العسكرية لإجت حملة جورج بوش أشت أفغانستان وأشت العراق وهددت إيران هددت سوريا وضعت المسدس في رؤوس قادتهما لتقول وقعوا ورفضوا التوقيع، فجاءت إليهما بحملة 2006 اللي هلأ نعيش ذكراها العاشرة حملة حرب تموز الإسرائيلية لتكسر رأس الحربة والقيمة المضافة التي تمثلها المقاومة في لبنان وفشلت. هون بلشت تتناور أمريكا في الوقت لتنتج المشروع استراتيجي البديل للحرب العسكرية للإمبراطورية للحلم الإمبراطوري، فكان فشل المشروع الإمبراطوري اللي كان بده يخضع روسيا بقوة الاتحاد الأوروبي اللي بناه هو الأمريكي وضم له ما ورثه من انهيار الاتحاد السوفيتي اللي اسمه دول أوروبا الشرقية، عمل الاتحاد الأوروبي ليلمهن ليوصل لحدود روسيا بعنوان حضاري
انه عم بيقول للشعوب تعوا على الجنه، شو وين كنتوا بجحيم الاتحاد السوفيتي والاشتراكيه؟ تعوا كلوا واشربوا وتهنوا واصرفوا وطلعوا مصاري واشتغلوا وشنغن وفوتوا وضروا. هذا الجاذب اللي اسمه الاتحاد الاوروبي له هدف، له الوصول الى حدود روسيا ليحط المسدس براس روسيا من اوكرانيا، يلا جرفي وقعي على اتفاق الغاز، الغاز الرخيص والغاز السلس، اي يصل الينا بدون قيد او شرط، مش ساعه بدك بتسكر الحنفيه وهذا هو سعره. وساعتها بيكون طلع كل اللي تكلفهم على اوروبا الشرقيه، شو كلفوا عمالها الرخاص اللي جابهم ونافسوا عماله، او ضاعتها الزراعيه اللي نزلت على اسواقه بدون جمارك ونافست ضاعته الزراعيه، او انه الحركه الشنغن واجوا المهندسين واجوا الموظفين واجوا قامت القيامه. وهذا بالعكس بصير بالغاز الرخيص اللي جابه من روسيا، قادر بضاعته تصير مع اليد العامله تاعت اوروبا الشرقيه اللي هي اصلا رخيصه، ان ينتج بضاعه جيده ورخيصه تنافس البضاعه الصينيه وهتفتح امامه ابواب العالم كله. وبالتالي بهالمعنى هذا المشروع، طيب ما سقط هذا، بس هذا المشروع مبنى على رؤيه وقراءه تاريخيه انه هي اوروبا اذا وفرت لها المقومات فهي بواسطه هذه المقومات قادره ان تستعيد دورا امبراطوريا. لكن اللي عمل المشروع يا ما حسب يا خاطر وغامر يا عقل ما أدري يشوف، لكن في نقطة في عقدة ما من يقرأها يعرف أن كل مشاريع الإمبراطوريات الأوروبية تحطمت على بوابة موسكو. يعني بتعمل إمبراطورية أوروبية بتروح بتغزي فيها غير محل، بتفوت فيها على أفريقيا، بتفوت فيها وين ما بدك. ما في مرة راحت من أيام نابليون، راحوا فاتوا وصلوا على أبواب موسكو، وبقيت موسكو تطارد نابليون حتى دخلت باريس. هاي اللي ما بيعرفها لازم يعرفها، لازم يعرفها. عادتها ألمانيا ولا مرة روسيا ولا مرة ولا مرة، أيام الشيوعية وما قبل الشيوعية وأيام القيصرية، وصل أحد إلى حدود عاصمتها وقبلت أن تنهي الحرب قبل أن تدك عاصمته وتدخلها. موسكو الوحيد اللي فاتت على باريس وألمانيا وبرلين سوا بالحرب العالمية الثانية، ما انتهت الحرب لفاتت موسكو على برلين، لأنه تجرأ هتلر وهدد موسكو وصل على الحدود، أخذ ستالينغراد ومقرب على موسكو، ونابليون قرب على موسكو. اللي بيقرأ هالتاريخ بيكون أخوت إذا بيفكر يفوت على موسكو، مش ضروري يفوت عسكريا، إنه فات على أوكرانيا وبيحط المسدس براس بوتين، هاي بتزبط معكم مع أخوت مثل يلتسن اللي هو صدفة عابرة غير قابلة للتكرار في تاريخ روسيا. بيمرق تستنهض الأمة مقوماتها ومصادر قوتها، تنتقم لكرامتها وعزتها وتاريخها، تستهل يعني تستمد من التاريخ مصادر القوة، تستل سيفها وبتهجم. وهيك صار، هيك صار أيام ما نابليون هاجم روسيا، وهيك صار ما أيام هتلر هاجم روسيا، وهيك صار الآن أيام هتلر الجديد الأمريكي بثوب الاتحاد الأوروبي اللي أراد أن يهدد روسيا من بوابة أوكرانيا. أول لحظة شو عمل بوتين؟ مسك شبه جزيرة القرم وحطها بالجيب، قال لهم هيدا الباركينج الموقف تاع الاسطول الروسي بمناماتكم ما بقى تشوفوا، وبدكم حل اوكرانيا انسوا جزيرة القرم. وهلا انتم مثل ما شايفين لا حدا بباله ولا حدا عم بجيب سيرتها. المقلب الثاني الاسيوي اجى يفكر في الغرب بنموذج مشابه اسمه الامبراطورية العثمانية. كمان الامبراطورية العثمانية، شو مشكلة الامبراطورية العثمانية؟ ما هي نشأت بالاصل على هوية، يعني أصل العصبية بيكون مثل ما بيقول ابن خلدون بيكون من البنية الاجتماعية. مثلا أنه بتركيا هو العرق التوراني، هذا أصل العصبية الأتراك، طيب سلاجقة يعني، طيب هذا الأصل. بس هي لا تستطيع، كتير مهم هذا الكلام من أيام ابن خلدون، ألف سنة عم نحكي كيف هلأ علم التاريخ وين صار وعلم الاجتماع وين صار. لا تملك العصبية أن تحكم ما لم يتوفر لها ثلاثة شروط، ثلاث شروط من وقتها. الشرط الأول نظرية قابلة للتسويق، فلسفة بدي يجوا كتاب وينجولة فلسفة، ينجولة قضية قابلة للتسويق، وبدها تكون معبرة بمصداقية، بس تنتكس هالفلسفة مع السلوك هربت. شو الفلسفة؟ إجا أوغلو وعمل لهم نظرية عداوات صفر مع الجيران، بس فرطت عداوات صفر مع الجيران خلص المشروع، قلبوا بالعثمانية الجديدة عظيم. بس فشلت العثمانية الجديدة في اختراق سوريا
ما بوابتك لتعمل عثمانية هي سورية، ولا كيف بدك توصل على باقي البلاد العربية؟ جبت مرسي بمصر وجبت الغنوشي بتونس، كيف بدك تتواصل بالجغرافيا إذا الحلقة المركزية اللي اسمها سوريا واللي عليها وعدك للغرب مبني؟ يعني هني سلفوك مصر مش أنت أخدتها، هني سلفوك تونس مش أنت أخدته، بصيبك ما أصاب حماد، ما أنت وياه شركة، ما أنت المعلم هو الخزمتشي عندك، أخذتوا هذا التعهد اعتبروا مناقصة ورسيت عليكم. مين بيقبع الرئيس الأسد بالشام؟ دقيتوا على صدركم اثنيناتكم، نحن لها. شو بطلباتكم؟ اعطونا مصر واعطونا تونس ونريكم ما يجوش العالم. اعطوكم مصر نصبتوا مرسي، اعطوكم تونس نصبتوا الغنوشي، قالوا لكم فرجونا ما يجوش العالم. ما قدرتوا تقدموا شيء، تكسرت رؤوسكم على جدار الصمود السوري، فقلعوا لك حمد وقالوا لك فرجينا انت بعد شو طالع معك. وبهذا المعنى إذا الشرط الأول عصبية، الشرط الثاني نظرية، فلسفة، عقيدة، رؤية، مشروع استراتيجي باللغة الدارجة العصرية. هو بيقول يعني أردوغان إنه عفوا ابن خلدون بيقول إنه يجتمع الفلاسفة ويصنعون فلسفة للحاكم لمشروع العصبية. هالفلسفة بدها تجمع له ناس من غير عصبيته، وبدها تقنعهم بأنه هاي مصلحة مشتركة، وبدها تلزمه بأنه يحترمها، وبده يكون قادر أنه يخدمها. والثالثة بدها تملأ جيوب التجار، يعني بدها تحقق مصالح اقتصادية بتلك اللغة، أن تملأ جيوب التجار وأن تملأ عيون الفلاسفة وأن تروي عطش العصبية. في عصبية عطشاني للحكم، في عيون فلاسفي عطشاني للفكر، في جيوب تجار عطشاني للمال. هاي بالتبسيط لابن خلدوني في قبل ألف عام. باللغة الراهنة بدها تحقق نهوض اقتصادي وازدهار اقتصادي، بدها تقدر تمتد لتقنع الشعوب والنخب بأنها مشروع جدي قادر أن يطبق ويحقق الإنجازات ويحقق الوعود والأحلام، وتحقق لنفسها غرور السلطة. بغرور السلطة لحاله بتكسر رأسه، وما حدا ما عنده غرور سلطة ويوصل على الحكم. ماذا بعد؟ هذا المهم. مصر تبني دائما يعني فذلكتها الفلسفية على معادلة، انه هي طيب بين وبين حالة بالصالونات وغرف النوم بتقول نحن فراعنة، عم بحكي كل الامور كما هي، بس بالخطاب بتقول نحن عرب، نحن اسلاميين، نحن افارقة. بتقول شيء تاني؟ لا، لم تقول نحن عرب، نحن مسلمين، نحن افارقة. في شيء بيتناقض بيناتهم بخليها تتشقف؟ لا. تستطيع مصر أن تكون أفريقية وأن تكون عربية وأن تكون إسلامية وأن تكون الجامع بين عمقها الإسلامي وعمقها العربي وعمقها الأفريقي، بعنوان إجا جمال عبد الناصر طبقوا وأثبت أنه ممكن، اللي هو التحرر والتقدم. فلسطين لا للاستعمار، ارفع رأسك يا أخي، فقد ولى عهد الاستعمار، قناة السويس مصرية مصرية مصرية. هذه اللغة، هذا الخطاب الوطني التحرري التقدمي، قدر قاتل الرجعية السعودية، قاتل نوري السعيد. مش صحيح انه عبد الناصر كان بالنسبة له الوحدة اغلى من المضمون على الاطلاق، ولا بعمره فكر يعمل وحدة مع آل سعود. هاي كذبة التضامن العربي اللي طلعت بعد رحيل عبد الناصر واللي صنعوها السعوديين، واللي اصلا سوريا دفعت ثمن انها ارتضتها. سوريا جربت ان تراضي فكرة التضامن العربي وان تقول حد ادنى من التفاهم بين العرب خير من الفرقة، وصيغة ولو مهترئة من التوحد اسمها الجامعة العربية خير من التفرق. اليوم سوريا اكتشفت بالتجربة الحسية والملموسة انه استعمل حضورها لتغطية ما يمكن تغطيته، ولما صار وجودها عبء على التغطية ما عاد بيمرق بوجودها مزيد من التآمر ومزيد من الخيانات، حطوها برا لسوريا وما سألوا. لذلك اليوم لما بتسألوا ما هو موقف سوريا من الحديث عن العودة للجامعة العربية، يخرج موقف سوري ويقول غير مهتمين. هاي حصيلة التجربة، هيك علمتها لسوريا. والتضامن العربي ما خصه بعبد الناصر، عبد الناصر كان داعية وحدة بين دول تقدمية تحررية، عمل وحدة مع سوريا نجحت فشلت موضوع تاني، بس الشرط الأساسي كان أن تكون تحررية تقدمية لنحكي بالوحدة. أما حيث كانت الرجعية فكان السيف المسلول بوجه السعودي بوجه العراقي، يعني أيام نوري السعيد، حتى سقط حلف بغداد وجاءت ثورة عبد الكريم قاسم. بهذا المعنى التثويري التحرري تمكنت مصر من لعب الدور. ولذلك كان محمد حسنين هيكل دائما يقول أن مصر بين بلدان العالم ثمة دول تبني الدولة، تبني الدولة وبعدين الدور. بمصر تبني الدولة من خلال الدور،
إذا ما أعطيت دور للدولة أنها دولة التقدم والتحرر والنهوض والوحدة والقومية ما بتنبنى حتى دولة، تفرض كدولة ما فيها تعيش بدون دور، لأنه ما عندها المقومات الداخلية الاقتصادية والجغرافية التي تسمح لها بأن تروي عطشها في العظمة بإمكاناتها الداخلية. هي مش اليابان، وبالتالي هي بحاجة للدور حتى تقوى كدولة. تركيا من هذا النوع وإيران من هذا النوع، الدور هو الذي يصنع الدولة. هلأ إذا إيران قالت معش بدي فلسطين، تتشقف إيران. ما إيران شو اللي جماعة عم تقول إذا صارت دولة غير يعني إذا إسلامية، وين إسلامك؟ مثل ما قال له السيد الخامنئي إلى الشيخ رفسنجاني لما جاءوه بعرض الأمريكيين عن طريق عمان عن طريق بن علوي، إنه جاهزين يا أخي اتركوا فلسطين وخذوا البتكون يا أنتم إمبراطورية ونووية وأمن الخليج بعهدتكم وأمن النفط بعهدتكم وأفغانستان بعهدتكم. فأجاب السيد الخامنئي علينا أن نحدد هوية إيران، إذا إيران إسلامية فشرعية إسلامها في فلسطين، وإذا مش إسلامية فماذا هي؟ علمانية. إذا علمانية تاني يوم تتصالح مع إسرائيل. إذا هويتها فارسية بتتشقف لأنه فيها 57 قومية واثنية وعرق. وبالتالي الدولة هي نتاج الدور، بمصر الدولة هي نتاج الدور، بتركيا الدولة هي نتاج الدور. لذلك شو الدور الذي أعطي لتركيا؟ مشكلة تركيا إذا قلنا مصر بتقول عربية إسلامية أفريقية وفرعونية جوات الصالون أو أوضة النوم، ما بيتعارضوا، ما بيعرضوها للتشظي، لأنه هو في لحظة ما وقت اللي بتصير قوة يعتد بها بدها تختار، يا بتكون عربية بتكون إسلامية بتكون أفريقية بتكون، ما في مشكلة عندها فيها تكون كلهم وتبقى قوية ومتماسكة ومرتاحة لوضعها. إيران شو بتقول؟ آسيوية إسلامية شرقية. طيب شو المشكلة؟ وريثة إمبراطورية بلاد فارس بس منا فارسي، قادر تجمعوا له. مشكلة تركيا هي في الهويات المتعددة بل والمتناقضة، وعندما يتعاظم المشروع تتصادم الهويات، وتصادم الهويات بده يعرضها للخيار الصعب بينها، وبس تختار بدها تتشقف، ما بتقدر تتوحد على الاختيار، هي موحدة على هذا التعدد التلفيقي. يعني هي أطلسية ومع فلسطين، كيف؟ كيف؟ هي علمانية أخوانية، كيف؟ كيف؟ هي علمانية تستخدم القاعدة، حلو. هي عثمانية وليست لها أطماع، محبة للشعوب. هذا مراكب، هذا مراكب. هذا في اللحظة اللي بدأ أول فلسفة له اسمها صراعات أو مشاكل صفر مع الجيران، أول اختبار له بلشت المشاكل. ما انت طلعت حضرت العدة وجهزت العدة ورتبت أمورك لتعمل العثمانية، كيف بك تعمل العثمانية يا مستر أوغلو؟ بدي الإخوان يحكموا بمصر، بدي الإخوان يحكموا بتونس، بدي جيب الإخوان على سوريا. طيب أهلا وسهلا فيك، عملت إجا الأمريكي وفق لك على فلسفتك أنه أنت مشروعنا المقبل مثل الاتحاد الأوروبي. نحن عنا ذراعين، ذراع غرب غرب وصولا لحدود روسيا اسمها اتحاد أوروبي، وذراع شرق شرق اسمها عثمانية نحكم بها العالم الإسلامي. لا يحكم العالم الإسلامي بده أمن إسرائيل، لا يحكم العالم الإسلامي بده يقطع خط النفط الإيراني، بده يقطع خط النفط الروسي، بده يمد خط النفط القطري. كيف ما برمى كيف ما طلع بده يقول لك يا عثماني جديد يا سلطان بدي منك سوريا. قال لك بدي منك سوريا، قلت له حاضر تكرم عينك، سوريا بالإخوان بالقاعدة بشوية مال سعودي من إيش سوريا، لكن لا نقدر نعمل هالشي، بدنا نعطي زخم دفاع للثورة الأخوانية التي نسميها ثورة الشعب العربي وتغطيها الجزيرة وتمولها قطر وهذا وتشكل حكوماتها قطر يمين وشمال، وهذا بدنا نعطيها هالقوة الدفع وين؟ بالدولة العربية الأهم اللي اسمها مصر. لناخذ مصر بدنا نحمي الكرة نسخنها، منبلش فيها بتونس من كبة بالقاهرة تفقع بالقاهرة تسقط الشام. كويس، اللي حدث انه ما سقطت الشام بس عملت الازمة مع الشام، يعني بدأت العداوات صفر تبطل صفر، نشأت اول عداوة، والعداوة مع سوريا انتجت اوتوماتيكيا بدء فتور بالعداوة مع بالعلاقة مع ايران، شوي صارت عداوة مع العراق، شوي صارت عداوة مع روسيا، مش هذا هو الواقع؟ فاشتريت العداوات التي لم تكن اصلا موجودة، نظرية سقطت.
سقطت النظرية، يعني انهارت بنية التماسك المنطقي القيمي الأخلاقي. ولك ابن القاعدة المجرم إذا ما من سجن مع حاله بإجرامه ما في يكمل، بيفقد شجاعته، بصير جبان، بيهرب. بتقول له نحن نقاتل أمريكا وشو بيلاقيك أنت والأمريكاني بالخندق، ببطل مستعد يموت. بقول لك ليش بدي يموت يا أخي، ما في شيء بيستاهل، عم توعديني طالع عند الله كذابين، أي الله بده يستقبلني على الكذب. بهالمعنى سقوط المصداقية. فورا أنتج أنه لا بلا العدوات صفر، حطوا لنا إياها على جنب، ركزوا لنا على العثمانية. طيب العثمانية يعني استعادة أحد مجالين حيويين، إما البلقان، لأنه العثماني شو كان؟ إما ماخذ بلاد العرب أو ماخذ البلقان، يعني بدك تبلش بوحدة من اثنين لتقول بكرة بياخذوا الثانية. عنده تحديين، كان تحدي أوكرانيا اللي فيها أصول تركمانية وشبه جزيرة القرم، اللي ما بيتذكر يتذكر أنه أردوغان تدخل شخصيا مع التركمان كي لا يصوتوا على الانضمام لروسيا، هو اللي خاضها. وبالتالي عندك البلقان إضعاف روسيا، وعندك البلاد العربية كسر سوريا. طيب تكسر رأسه بالمحلين، أول شيء سقطت أول نظرية اللي اسمها عدوات صفر مع الجيران، ثم سقطت ثاني نظرية اللي اسمها العثمانية. فشو صار؟ صار كل الهويات هاي الملفة المجمعة على بعض بدأت تختار تركيا إحداها، ما عادت قادرة أن تبقى في هذا الجمع الغامض. تركيا مع الإرهاب، يعني مع القاعدة، إسلام متطرف. إذا إسلام متطرف العلماني شو بده يعمل؟ بده يقعد يتفرج، وهي تفشل. وليش هون بقول مهم أنه قضية تفشل؟ عندما تفشل أنت اليوم إذا بتجي بتقول التركي بفضل العلماني أن تكون تركيا عظيمة ومسيطرة على دول الجوار بهوية علمانية، بس إذا عرض عليه أنها تسيطر على الجوار وبدون هوية علمانية ما عنده مانع كتركي. يعني هو يرى مثل ما محمد مرسي لما وعد المصريين باستعادة أمجاد دولة مصر، ويخي وبيظل الإخوان ما عنده مانع، حتى الجيش المصري، إنه إذا هذا الجيش المصري بيجي بينطلب منه يفوت على سوريا بتغطية من قرار أمم متحدة لأنه لحفظ الأمن، وانهارت سوريا عسكريا والأطراف ارتضت إنه الجيش المصري يفوت ويعود يرتب أوضاع هذه الدولة مثل ما فات الجيش السوري على لبنان. هذا كان الحلم اللي عم يحكي فيه محمد مرسي، انه بكرة النظام والمعارضة بيتفقوا انه خلي الجيش المصري يفوت يحل الامن. انه الجيش المصري بيزعل، بيتمنى ما يتم الامر تحت عنوان اخواني، لكنه اذا كان ولا بد فليكن. التركي، الجيش التركي، الاقتصاد التركي، رجال الاعمال الاتراك، العلمانيين الاتراك يفضلون ان تكون عظمة تركيا بعنوان علماني. لكن اذا تحققت عظمة تركيا وكسرت راس موسكو وفتت اخذت سوريا وامتدت لمصر واخذت عمق اسيا، ما حيزعلوا ولو عنوان إخواني، لأنه بالآخر عنوان الإخواني بده يستعمل آلة اسمها الجيش. فعظمة الجيش وإمبراطورية الجيش وإنكشارية الجيش وجمال باشا رقم اثنين هذا يلبي هذه التطلعات. لذلك هي شو بتعمل بهالحالة؟ بتعطي باس، يعني بتقول له خد وقتك نحن بخدمتك. جورج بوش مش هيك عمل معه الجيش الأمريكي؟ أخذوا أفغانستان، أخذوا على العراق، بس فشل قال له تعال لك خي شو فكرنا تلعب فينا أنت ساعة بدك ماخدنا وجايبنا بال2007. بس فاع تصريح قال إنه قد لا شو إن إيران دولة حمقاء لن تلتزم إلا باستخدام القوة. فورا 74 أميرال بالجيش الأمريكي طقوا له كتاب يعني ببهدل إن الأحمق وحده من يفكر بهذا. فبالتالي إنه تخنت، أعطيناك مرسي نفس الشيء، الجيش والقضاء في مصر أعطيناه. وين يا حبيبي هذا مشروع محمد علي باشا الثاني اللي عم توعدنا فيه كذاب؟ ما شفنا من وراك إلا البلاوي والزغر والإهانة، وصارت قطر بدها تشكل حكومتنا. وكذا بالنسبة لتركيا، إنه هالعنجهية وهالمنخار هذا بس اعتذر من الروسي، بس هم مش مع المعركة مع روسيا، لا الجيش ولا المجتمع ولا العلمانيين. بس إذا في هذه الأنفة وهذا الكبرياء ما فين يكسروا له رقبته لأردوغان. لكن عندما أذل تركيا وأهان جيشها أنه اعتذرنا نحن غلطنا، انتهت العظمة، انتهى منفخة السلطان، مهابة الدور بالباب العالي. وبالتالي بدأ السقوط، وشوي بلش يحكي بدنا نصالح سوريا وبدنا نطبع مع مصر وبدنا نعمله. وعشو خربت البلد؟ عشو نحن بلد دخله من السياحة 110 مليار دولار بالسنة، بح وين السياحة؟ نحن بلد كانت كل العالم تحترمه وتقبله حساب وتدا، لمين بيعملنا حساب؟
كانت علاقاتنا بإيران ولا أحسن من هيك، حتى بالأطلسي كنا دولة محترمة، ولما كانتها صرنا نحن دولة تأوي القاعدة وتأوي داعش وتأوي النصرة، أمننا كان مستقر ومستتب، جبت لنا كل أفاعي الأرض وقعدتهم ببلادنا من بعد يشيلهم وعششوا من بعد يقبعهم. فبالتالي مش أنت اللي بتقدر تكوع، أنت اللي فت بالحيط، ما أنت اللي فيك تكوع فينا وتطلع وتبقى أنت، يجب أن تدفع الثمن. هون تركيا القصد، انسوا التفصيل السياسي انه الجيش عمل، الجيش زبطت معه، الامريكان تدخلوا، الامريكان فاتوا من هون، طلعوا حرروا عقولكم من هذه الحسابات الصغيرة المسلية وفوتوا على العمق. في العمق اصطدمت الهويتان التركيتان التاريخيتان، هول هويتين تجمعوا تحت ظلال وهم العظمة، اتسامحوا مع بعض، تبادلوا الأدوار مع بعض، تراضوا مع بعض على أمل أن هذا المشروع يحقق نصرا. هذا المشروع صحيح إخواني بس مدعوم من أمريكا. فإذا العلمانيين راضينه، العلمانيين اليمين يعني التاريخي التقليدي، الجيش والأحزاب المعارضة، ما هي امتداد للعلاقة بالغرب وأمريكا، يعني هم بعمرهم كان قلبهم على فلسطين وقلبهم على القضية العربية، واللي موهومين أنه بكرة كان الانقلاب لو نجح بده يؤمر بتحرير فلسطين يعني، أو بدعم المقاومة أو بدعم، لا، هذا في المفهوم العام خيار سياسي بالسياسة الخارجية واحد. الفرق بين مين بفكر قديش عضلاته بيحملوا ومين بخار العظم يضارب براسه مفكر عضلاته بيشيلوا الكرة الأرضية على كتافه. فبالتالي بيقولوا عال يا حبيبي، هل قد حجمنا؟ هل قد حدودنا؟ خلينا نضب على قد حدودنا. فبالتالي الهويتان اندمجتا طوال 5 إلى 6 سنوات، هو الهويتان اندمجوا لخمس ست سنين صاروا واحد. أردوغان صار ساعة يلبس ماسك قناع الدولة العلمانية ويحكي خطاب علماني، ساعة خطاب إسلامي، ساعة بده فلسطين، ساعة نحن وإسرائيل حلفاء، ساعة بدنا الإخوان يحكموا، ساعة لا نحن بدنا دول ديمقراطية مدنية. هذا تلاعب خلص وقته. العظمة انكسرت مهابتها، النجاح تيقن من أنه لا أفق له، النصرة الآخر رهان، عطاهم سلاح جيش كامل وسلمهم وفوتهم ودخلهم 15-20 ألف على شمال سوريا وبلشوا يقتلوا قتلوا ينهار مشروعهم. الروسي واضح انه هو والايراني والسوري اخذوا قرار بتنظيف شمال سوريا خلال شهر اب وما بعده، فصار الاستحقاقات كلها عم تقرب عم تقرب عم تقرب. الامريكي عنده انتخابات رئاسية بايلول، وبالتالي اخر مهلة عنده ليعمل هيك قوة شحن ودفع لخيار الحزب الديمقراطي الانتخابي اللي بيتمثله هيلاري كلينتون هو شيء ما ضد داعش في آب. فكل المعطيات بتقول له انه ما بقى في وقت، ما بقى في وقت. تركيا بدها تحكم بإحدى هويتين، هوية العثمانية العلمانية الأخوانية المتحالفة مع القاعدة التي تتحدث بلغة دولة مدنية، التي تتحدث عن فلسطين وتحالف إسرائيل، التي تتحدث عن العلمنة وتتمثل بالأخوانة، هاي التركية صارت بدها تنشأ على حالها. هذا الانشقاق على ذاتها هو الذي جرى وهو الذي لا زال يجري، بدها تاكل بعضها، بجولة بنط الجيش، بجولة الثانية بنط الإخواني، بجولة ثالثة بيرجعوا العلمانيين، بجولة رابعة بتفرط مناطق شرق تركيا بتصير فيها نوع من تقلص قبضة الدولة والجيش وتراجع. مين أي جيش هلا بعد بده يقاتل بتركيا؟ أنتوا تخيلوا مين هو المجنون اليوم اللي بيروح بيعمل سياحة بتركيا؟ ما إلي علاقة لصة بأنه هو مانع السياحة، بالعكس هو قاتل حاله على السياحة، مستعد يعملها كباريه لتركيا بس ترجع تمشي بالسياحة. وهو إخوان مسلمين ما عنده مشكلة بالموضوع، هو عم بيقول لهم أنتم جيش محمد وعم بيقول لهم لن نركع إلا لله وبيقول لهم أنه هذا حلال، ما عنده مشكل. بس مين هو اللي بيروح اليوم على تركيا في هذا الظرف؟ حالة الرعب اللي انخلقت عن طريقة إدارته لمرحلة ما بعد الانقلاب كافية لا يجي أوروبي ولا يجي ياباني ولا يروح عربي ولا يروح ما أحرم روسي، مين بده يروح؟ 110 مليار دولار هن اللي رفعوا، يعني السياحة هي اللي شقلت تركيا اقتصاديا. طيب ما عاش في سياحة، ما عاش في سياحة، بده ينهار الاقتصاد وبتنهار الخزينة وبتنهار العملة، معها قطاعات مثل هلأ شو عامل هو هلأ انه في مليون طالب مشردون من المدارس، 700 معهد بتسكرون وبتوعدهم من هون لتشرين بنكون أمننا مدارس حكومية نفتح لها نستوعبهم فيها، مع 50 ألف استاذ مقعدهم بالبيت من اساتذه هذه المعاهد خلعت فرص عملهم، ومقابلهم 30 ألف استاذ بالقطاع التعليمي الرسمي سرحتهم، وفوق منهم 15 ألف عسكري، وفوق منهم 5 آلاف قاضي وموظف بالقضاء، وفوق منهم اساتذه الرياضه 500 استاذ رياضه. شو انت فشل تركيا
يعني بالأولمبياد في 500,000 سائق بوزارة النقل، يعني في شيء لا يستوعب. هذا عم بهر البلد. مهم أنا ضراب السيوف، أنا الأعمى ما بشوف، وعامل طاق 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 فيل مخزن خزف، كيف مطر أجره بكسر. تركيا تنهار وتتهاوى لأن هذا التصادم العنيف بين بنيتين هويتين متداخلتين متشابكتين تشكلت منهما عجينة هذا الصعود للدور التركي في السنوات الخمس الماضية. الجيش كان ولا نفس بالسنين الخمس، ملتزم ومنضبط وراء لأردوغان، وعم بيأدي خدمته على آخر بارة، مخازن مفتوحة للقاعدة للنصرة للجماعات التي تقاتل في سوريا. لا حدا منكم ينوهم أنه الجيش التركي كان شيء شريف ومشرف، يعني العلمانيين ماشيين كلهم على الدقة. ليه؟ وهم العظمة. مثل ما كثير من الإسلاميين بمصر بمرحلة صعود عبد الناصر، أنه عبد الناصر اللي منه إسلامي بس إذا بيجيب دولة عظمى لمصر تحكم جزء أساسي من العالم يعيد لنا أمجاد الإمبراطورية الإسلامية نحن بنمشي وراء. والعلمانيين بتركيا هيك. هذا انتهى، هذا انتهى. مش بس بصير في تصفية حساب، تركيا بتختار هويتها، وهويتها ما عاد تزبط بهذا الجمع. والآن هويتها بتنعكس على الداخل، يعني ما عاد العثمانية أو الأخوانية هي لكسر سوريا، خلصت. ما عاد في معركة بسوريا قدرت تركيا تعمل فيها شيء. صارت الأخوانية ضد العلمانيين جوا، وصارت إذا علمانية ضد الإخوان جوا. ما عاد الجدل والتنافس بين العلمانية والإخوانية أو التوافق بينهما هو على العنوان الخارجي. العنوان الخارجي خلص، اختبرت فيه كل الوصفات، وصلت إلى طريق مسدود، وصار قدامه حل واحد، يرجع لورا، يفوت على البيت. بالبيت بده يختار هوية، الهوية بالبيت إلغاء الآخر. إذا تركيا علمانية أردوغان عود بالبيت، إذا تركيا أخوانية الجيش عود بالبيت، ما عاد في جمع بيناتهم. إذا تركيا متصالحة مع إسرائيل، حماس روحي نضبع عدي عند الإسرائيلي شو بده بتعمليله. وإذا تركيا مع فلسطين في مشكل مع إسرائيل، وإيد ممدودة لإيران، وإيد ممدودة للمقاومة سوريا. هذا التجميع التلفيقي انتهت مهمته، وهذا بالخارج خلص. فبقي للداخل، وللداخل صار حصريا إيران علمنا أم أخونا، ما عاش تزبط اثنين. إجا الجيش قال علمنا، عمل تجربته بغض النظر كيف وليش وين فشل وين هذا، عمل تجربته. الآن اللي عم يعمله أردوغان مش حساب على الانقلاب، لا، هو الأخونة، هو عم يعمل الأخونة. أخذ الانقلاب ذريعة ليعمل الأخونة. الأخونة شو هي؟ هي إلغاء كل الآخر، كل واحد مش إخواني بده ينابع من محله. وهذا سيكون كافيا لتتكرر في تركيا. هلأ بتكرر بتركيا ما جرى في مصر من قبل. اللي صار بمصر، لأنه الناس، وأنا مرتين قلتها، إنه معقول عملوا انقلاب ما قرأوا اللي صار بمصر ليفتشوا عن حاضنة شعبية؟ يعني اللي شاف اللي صار بمصر بيعرف إنه الإخوان ما حيستسلموا وحيقاتلوا بالشارع، والجيش ما فيه الدبابات توقف وتبلش قصف مدافع عن متظاهرين مدنيين. نحن بالقرن 21 والبث المباشر، بالتالي بدوا شارع بوش شارع. ولو ما انتبهوا له، قد يكونوا انتبهوا له بس ما كان عندهم إمكانية يعملوها. الأخوانة بمصر هي اللي أنتجت الشارع، حكموا الأخوان وبطشوا بالجيش وبطشوا بالقضاء وأذلوا وأهانوا. بعد ما فشلت مصر بأخذ دورة، بقي سني مرسي جن مصريا، جنون مصري. هذا الجنون المصري أنتج ثورة 30 حزيران التي أودت بمرسي. الآن جنون أردوغان يشبه جنون مرسي عام 2013 اللي انتهى بالثورة اللي إجا الجيش على حصان أبيض فيها محمي بالجماهير. فالآن الذي يجري مذبحة مفتوحة، هذه المذبحة المفتوحة بتركيا، هذا التنكيل، هذا القتل، هذا الانتقام، هذا الإقصاء، هذا التهميش، هذه السيطرة النهمة على كل مفاصل الحياة، هذا بده يوصل لمحل. هالمحل له عنوان واحد، هو ثورة جديدة. هذه الثورة الجديدة رح تاخذ أكثر من سنة وأكثر من سنتين، لأنه هاي بدها تبلش بالمرحلة الأولى بقبضة حديدية مرعبة، الناس ما بتسترجي تتنفس. هاي القبضة ستنتج نفورا وبرودا وخمودا في أداء الجيش. راح تفلت المنطقة الشرقية أول شيء، منطقة الأكراد،
وما رح في أردوغان يضبطها، ما في يبعث ميليشيات الإخوان المسلمين ولا يبعث الشرطة من وسط تركيا، كان الجيش لأنه الجيش ابن كل تركيا، هذا الجيش ما عاد يقاتل، هذا الجيش اليوم تبعته بحط له ثكنة، بحط له موقع بديار بكر، هو بيسلمه للأكران، هو بيسلم مش بده يموت، بيقول له تعوا فوتوا علينا شلحونا أسلحتنا وربطونا وخذوا الموقع. ما الجيش الإنكشاري ما بتتذكروا كيف لما هزم صار مضرب مثل إنه مثل الجيش الإنكشاري مثل الجيش العثماني المهزوم، بيكونوا ماشيين شي 10,000 واحد وأسرى، ولك كيف 10,000 أسير وأسروكم 500؟ الجيش العثماني هيك بينهزم، والآن هيك بينهزم، ما بده يقاتل الجيش، ما بده يقاتل، والآن بده يبلش المرحلة الأولى هي قبضة حديدية سوداء ستخيم على وسط تركيا اللي هو الأناضول، يعني اللي عم نحكي فيه اسطنبول بورصة أنقرة، هذا بده يمسكه بالحديد. الغرب بده يكون القبضة أخف فيه، الأحزاب المعارضة العلمانية تأخذ قدر من التنفس، والشرق بده يكون فيه عجز وبداية تراجع فيه حيث الأكراد. سنة زمان رح تلاقي الميزان الكردي مرتاح، ورح تلاقي ظهور مسلح ببعض المناطق الكردية، ورح تبلش تستقل مناطق كردية من تحت قبضة الدولة، وهذا بده يعمل ردة فعل عند الحركة القومية طورانية اليمينية المتطرفة، وبده يبدأ الجدل، وبده تروح على انتخابات تركيا لن يكون بمستطاع حزب العدالة والتنمية أن يفوز فيها، أنا ولا مرة قلتها، المرة الأولى لن يكون بمستطاع أن يفوز في انتخابات قادمة، وستذهب الأمور إلى تراخي وفوضى ودولة ضعيفة وحكومة ضعيفة، وعندها يا بفز الجيش مرة أخرى مدعوما باحتضان شعبي كبير، يا الأحزاب المعارضة بتلاقي توليفة لإعادة الإمساك بالوضع التركي الداخلي. بس تركيا ولسنوات غير قليلة دخلت في مرحلة الكوما، في مرحلة الكوما في السياسة الخارجية، منشغلة بداخلها خارج القدرة على لعب الدور المؤثر في السياسة. هلأ من نتائج هذا طبعا أنه اليوم تركيا ملاحقة بحقوق الإنسان وبالانتهاكات وبالديكتاتورية وبي 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 وبي، لا تقدر تعملهم وتكمل فيهم، بدها تتغطى لأنه ما بتحمل عقوبات، ما بتحمل تطلع برات الاتحاد الأوروبي بالإجراءات والاتفاقيات اللي شاملتها، ما بتحمل عقوبات مصرفية واقتصادية، بتنهار بالمرة. لذلك منين بتدفع الفواتير؟ بتدفعهم بتلبية الطلبات في السياسة الخارجية، بيقولوا الأمريكي يمضي هذا الاتفاق اللي بنعمل على سوريا، هذا على العراق، هذا كذا هذا كذا هذا كذا، سيصبح صبيا مطيعا ما عنده خصوصية وحسابات وفيني وما فيني وبحمل وما بحمل، سيسدد فواتير حاجته للتغاضي عن ارتكاباته في الداخل من الغطرسة الخارجية والتنازل عنها. والله شايفينه خانس ما بيحكي شيء عن السياسة الخارجية. طيب هذا مؤثر المباشر في المحيط المباشر، واستكمال للحكي عن العلاقة الجيدة مع روسيا، وبكرة بأول آب راح يلتقي ببوتين وراح يمضي لبوتين وراح يروح يشوف الإيراني وحفلة علاقات عامة بالخارج والحكي عن استعداد للتطبيع مع مصر وإلى آخره. لكن في محل ما النتيجة الأهم التي ستترتب على الذي حدث في تركيا راح تكون على جبهتين. الجبهة الأولى هي أن حماس ستفقد هويتها المقاومة بالآخر، يعني إذا بعد عندها منهم هالقد سيفقدها أردوغان ما تبقى، لأن استعمالها كورقة لضمان أمن إسرائيل، تسليم بأمن إسرائيل مقابل دعم إسرائيلي لأمن تركيا من الأكراد، لأنه إسرائيل لها وزن وتأثير في المسألة الكردية يعادل وزن وتأثير تركيا في مسألة حماس، بحكم هون الرابط الإخواني هونيك الرابط المخابراتي، أعطيني بعطيك. التفاهم التركي الإسرائيلي قائم على هذه الثنائية، تركيا تقدم ما تملكه حماس لأمن إسرائيل، إسرائيل تقدم ما تحتاجه تركيا في المسألة الكردية. بالحصيلة رح ياخذ لحماس دولة بغزة وفيها مرفأ وفيها مطار وفيها وفيها وفيها، لكن هذا الناتج الأول سريع رح يكون أنه رح تكون، ولذلك شفتوا خالد مشعل مبلش سريعا يحتفل بعودة أردوغان، لأنه بده يعمل يعني حاكم بغزة، بده يتنعم بعائد الدولة ومغرياتها وحرس ومطار ومرفأ وخلصنا ومقاومة أجلناها 25 سنة لتخلص المفاوضات، هذا ناتج أول سيكون. الناتج الثاني هو قطري، قطر اللي ما خلت وما بقت مثل بيقولوا بالمنطقة، قطر اللي هي جزيرة
صغيرة، عدد سكان محدود، تصرفت كدولة عظمى بالمنطقة. قطر بمرحلة لعب الدور المخادع الذي أوكل إليها من المشروع الأمريكي تحت عنوان أنها مع المقاومة ومحور المقاومة وقناة الجزيرة صوت الشعب والإرادة وبحرب العراق وبحرب تموز وكذا، بها المرحلة قطفت ثمار اتفاق الدوحة اللبناني، هو من ثماره. ليش بدنا نعطى للدوحة؟ من هي الدوحة؟ نعطى لقاء هذا الدور. شكرا قطر. ليش شكرا قطر؟ لهذه الوقفة، أنه في محاولة لتصوير المواجهة مع المشروع الإسرائيلي بصفتها مواجهة شيعية، فاستعانت قوى المقاومة أي حزب الله وسوريا وإيران بمرحلة تركية قطرية تريد أن تقول نحن معكم، هوليك بنية شي، نحن بنيتنا شي، استفدنا استفادوا كويس. بالمرحلة اللي بدأ فيها الهجوم الربيع العربي كمان قطر قطفت، صارت تعين حكومة بمصر وحكومة بليبيا وحكومة بتونس. شو هذا؟ يعني هذا بيركب بالرأس كان ممكن أن يحدث لقطر. الآن مرحلة النزول، بأول نزول الشولون الأمير قالوا له مع السلامة، هو رئيس وزارته شايف. طيب هلأ بنزول الكبير، قطر قدام خيارات صعبة. السعودية تفشل في العراق وتفشل في سوريا وغير قادرة على النجاح في لبنان. بمخيلة العقل السعودي الشيء الوحيد اللي بيركب أعطونا قطر تعويض، قطر غاز وقطر مساحة جغرافية من ضمنها. وقد يحدث هذا تحت عنوان، أولا إخواته لحمد البي يعني أولاد الأمير الأصلي اللي انقلب عليه حمد، ما وقت انقلب على أبوه، إخواته عملوا إقامة جبرية، عمومته لتميم يعني. هو الأسهل شيء أنه إذا بتفك رقبة الحكم بتسلمهم، بس بصيروا تابعين للسعودية. ولتعمل هيك قصة المدخل سهل وبسيط، كل عمره في مشكل بحراني قطري اسمه جزيرة فشت الدبل والتنازع عليها، وبحرين بيقول أنا عندي مشاكل مع إيران بدي جزر، ببكرة بتتفاجأ وزير خارجية البحرين يقولوا كمان عندنا مع قطر جزيرة بدنا إياها، وشوي بيستنفروا على بعض وبلش الإقواس، وبتفوت السعودية على أساس درع الجزيرة يفصل، تقعد تتمركز بقطر، بعد جمعتين تسمعوا بلاد بقطر. قطر تعلم هذا، أنا ما عم بحكي من هيك، قطر تعلم أنه عين السعودية بعد الفشل اليمني والسوري والعراقي والعجز اللبناني شو بدها تعمل؟ فرقعة تحفظ لها قدر من المهابة، بدها تحط قطر بحضنها. شو بديل القطريين؟ عندهم حل واحد، أن يحتموا بإيران، أنه يقدموا رأي اعتماد مجددا، بس هالمرة ما رح يقبل إيراني هيك، ولا رح فيه أصلا يسوق عند حلفائه هيك. لا السوري جاهز ولا الروسي جاهز ولا المقاومة جاهزة، رغم أنه بيضل فيه أنه يخيب، هذا بيضل أهون من السعودي. بس مع الانهيار التركي مين بده يحميه للقطري؟ مسحسوح برقبته متر جاي، وبالتالي ما عنده خيار، إما أن يصبح جائزة الطردية السعودية، وإما أن يكون رسول التفاوض الإيراني. والآن أعتقد أن القطريين في دائرة أن يبحثوا الخيارات الصعبة، وهم يرون الانهيار التركي، لذلك كانوا عم يبكوا على الوضع التركي، وأنه الحمد لله أن الانقلاب قد فشل وإلى آخره. هذا أوكي، بس هو بيعرف أنه تركيا انتهت، ما المهم فشل الانقلاب، المهم ما بقى في حيل تركي، واللي بده يحميك ويعمل لك دور خلص، فعليك أن تبحث عن مظلة أخرى لهذا الدور، إما أن يأكلك الذئب السعودي أو أن تحتمي بالأسد الإيراني، ما عاد في عندك خيار ثالث. هلا الأسد يا سوريا إيراني، بس بالآخر أسد، وبالمناسبة أنه شعار إيران الفارسية التقليدية التاريخية هو كمان الأسد، يعني كيف ما راحوا كيف ما برموها ما عندهم غير يحتموا بالأسد. وبالتالي طالما أن الأسد بات هو عنوان الاحتماء، نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع.
مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. 60 دقيقة مع ناصر قنديل. 60 دقيقة مع ناصر قنديل.